دي كابينة السنترال TEA 3/8، وده 3/8 غير قابل للزيادة، يعني ما اقدرش ازود الخارجي او الداخلي. هو نفس امكانيات TES 8/24 الا انه غير قابل للزيادة. في مقدم السنترال طبعا او في مقدمة السنترال هنلاقي اماكن تركيب الخطوط الخارجية التلاتة، وأماكن توصيل التمانية الداخلي، وطبعا عندي مدخل للإكسترنال ميوزك سورس والبي جي ام، وعندي برضو وصلة ار اس 232 عشان المعلومات الكولز اللي اتعملت، وعندي مدخل يو اس بي عشان البي سي بروجرامينج، وعندي المدخلين بلاستيك اللي هما دول، ودول بيتكسروا عشان يتركب كارت الدورفون. كارت الدورفون بيركب على الكابينة هنا، وده مكان الجاك بتاعه، بس هو بياخد بس كارت 2 سماعة، متركبش عليه اكتر من 2 سماعة، واتنين دول اوبينر. هنا بيركب كارت الفويس ميل عشان لما حد يسمع رسالة الترحيب ويحب يسيب رسالة للي هو كلمه ملقاهوش يقدر يسجلها. وهنا بيركب كارت الكولر اي دي اللي هو ل3 خطوط، وهو مكان كارت واحد لانه ما عليهوش الا 3 خط خارجي. هنا في مفتاح الانيشالايز، مفتاح الريسيت، والانيشالايز ليه نفسه نفس السنترال ال 824 بالتحديد. في خلف السنترال هنلاقي مكان مفتاح الباور، ومكان مفتاح مدخل الكهرباء، ومكان جاك البطارية، ده مكان جاك البطاريات، ومكان وصلة الأرضي، وفي بليت اللي عليها بيانات السنترال، وهنلاقي السافكس بتاعه 3/8 CE. السافكس ده اللي هو سي اي انا بحتاجه عشان لما اجي اعمل بي سي بروجرامينج، وطبعا حسب الاريا اللي هو منتج ليها يبقى السافكس احيانا بي اكس واحيانا سي واحيانا سي اي.